مفهوم النظرية. النظرية مجموعة من الافتراضات التي يمكن أن تشتق منها مجموعة أكبر من القوانين التطبيقية عن طريق إجراءات منطقية رياضية، وعليه فالنظرية توفر تفسيرا لهذه القوانين التطبيقية. كما أن النظرية عبارة عن مجموعة من الفروض التي تم اختبار صحتها علميا وتسعى إلى تفسير الأحداث والظواهر الطبيعية والبشرية. والنظرية هي الوسيلة لمعرفة الحقيقة، ويجب أن تحتوي النظرية على خيال واسع وذات قابلية كبيرة لإثراء المعرفة. والنظرية مهما تعرضت للدحض والرفض إلا أنها تبقى الوسيلة والمدخل الأساسي لتنمية المعرفة الإنسانية. فالنظرية ليست حقيقة مطلقة بل إنها حقيقة نسبية، لذلك نرى أن النظريات في الإدارة هي حقائق نسبية قابلة للدحض والرفض. كما أن النظرية ليست مجموعة كلمات وجمل متراصة بل هي أنموذج لواقع وتمثيل له مع ضرورة ملاحظة الفرق بين الواقع وبين النظرية. النظرية في الإدارة. النظرية في الإدارة التعليمية والمدرسية تحتاج إلى إطار فكري عام يصف الممارسات التعليمية ويوجهها، فالنظرية تقود إلى الممارسة العملية، كما أن الممارسة تعطي تغذية راجعة للنظرية وتمدها بالملاحظات والمعلومات. انظر المخطط شكل واحد الذي يمثل العلاقات التفاعلية بين النظرية والممارسات الإدارية. هذا المخطط يصف العلاقات التفاعلية بين النظرية والممارسات الإدارية. النظرية الإدارية في تمد الواقع والممارسات الإدارية بالإطار الفكري المنظم للممارسات. الممارسات الإدارية في الواقع تمد النظرية بمعلومات وملاحظات، وهكذا تظل العلاقة بين الجانب الإطار النظري أو الجانب النظري والممارسات الإدارية علاقة تفاعلية. النظرية تعطي إطار للممارسة، والممارسات الميدانية توجه وتصوب الفرضية وتعيد النظر في كثير من افتراضات النظرية. خطوات النظرية توجد عدة خطوات أو 5 خطوات للنظرية. الخطوة الأولى تبدأ بمشاهدات من الواقع الذي نعيشه. هذا الواقع يعبر عن ممارسات معينة. يفترض على العالم أو المفكر أن يلاحظ الواقع بعمق وبرؤية ثاقبة. من هذه المشاهدات تتكون لنا في الخطوة الثانية مفاهيم تكاملية لعدد معين من هذه المشاهدات. في الخطوة الثالثة يتم بناء فكري من تجميع عدد من المفاهيم في الخطوة الثانية، وفي الخطوة الرابعة يتم تكوين الفروض لحل المشكلة أو تفسير الظاهرة. هذه الفروض تعد أو تعتبر مجرد فروض، يعني يأتي الواقع إما أن يعزز ويثبت هذه الفروض أو يدحض هذه الفروض، وبالتالي ينبغي على العالم أو المفكر أن يلجأ إلى فروض أخرى. في الخطوة الخامسة مرحلة تكوين النظرية، وهي عبارة عن مجموعة الفرضيات التي تم أو ثبت صحتها في أرض الواقع. المخطط التالي يوضح خطوات بناء النظرية بشكل مبسط وسريع. الخطوة الأولى مشاهدات من الواقع الذي نعيشه، وهذه المشاهدات ينبغي أن تكون كافية بحيث أنه يتم تكوين تصور عن هذه الممارسة. في الخطوة الثانية يعني يتم تكوين مفاهيم من هذه المشاهدات. في الخطوة التالية يعني يتم تكوين تجميع لهذه المفاهيم بما يسمى بالبناء الفكري للنظرية. في الخطوة الرابعة يتم تكوين الفروض لتفسير الظاهرة، وفي الخطوة الأخيرة يتم تكوين النظرية من الفروض التي ثبت صحتها وعلى أرض الواقع. مصادر بناء النظرية. يتم بناء النظرية بالاعتماد على عدة مصادر. في هذه النقطة سيتم الإشارة إلى 4 مصادر من مصادر بناء النظرية. أول مصدر من مصادر بناء النظرية وتطوير النظرية هي التقارير وتعليقات رجال الإدارة من واقع خبرتهم العملية. المصدر الثاني ويتمثل بالمسح الإداري والتربوي للبحوث والدراسات من دارسي الإدارة. المصدر الثالث ويتمثل في الاستدلال العقلي للتوصل منطقيا وعقليا إلى استخلاص بعض النتائج التي نسلم بها ونعتقد بصحتها. آخر مصدر من مصادر بناء النظرية الاستفادة من نظريات ميادين الإدارة الأخرى. وستعلمون لاحقا بأن نظرية الإدارة التعليمية استفادت من نظرية إدارة الأعمال واستفادت من نظريات في القطاعات الأخرى.